أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر للعام 2022. وفي هذه الجولة، 5 محليات بولاية جنوب دارفور تسجل 8 حالات من حمى الشكونغونيا. خاطب قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين بدارفور اليوم بالفاشر القيادي بحزب البعث وجد صالح يقول لا عودة لحكم العسكر والكيزان في السودان، وأيضا فرار 6 نزلاء محكوم عليهم في جرائم مختلفة من بينها المادة 130 بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور. ومحكمة بعطبرة تبري عناصر الأمن المتهمين بقتل الشهيد طارق أحمد طالب كلية الهندسة اليوم. ونختم جولة السودان اليوم بلقاء قيادات حزب الأمة القومي مع رؤساء وممثلي مكونات قوى الحرية والتغيير. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين. عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر عام 2022. محكمة عطبرة تبرئ 4 متهمين بقتل الشهيد طارق أحمد علي والأجسام الثورية تعلن التصعيد المفتوح. بدء محاكمة 8 متظاهرين متهمين بقتل الرقيب في الاستخبارات في الخرطوم، وهيئة الدفاع تعلن موافقة المحكمة على طلبات من بينها الاطلاع على يومية التحري وعرض المتهمين للكشف الطبي. محتجون يغلقون طريق الأبيض الفاشر في الخوي وودبندا والنهود للمطالبة بتأسيس ولاية وسط كردفان. تسجيل 8 حالة إصابة مؤكدة بالشيكونغونيا في ولاية جنوب دارفور، وإدارة الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة تعلن بدء مكافحة الناقل. هروب 6 سجناء محكومين من سجن قريضة بولاية جنوب دارفور من بينهم محكومين بالقتل العمد. إغلاق سوق مدينة أندلتي بولاية النيل الأبيض لليوم الثاني احتجاجا على الضرائب الباهظة. أحزاب الحرية والتغيير تعلن التصعيد الجماهيري خلال شهر أكتوبر وتؤمن على تشكيل الكتلة المدنية الديمقراطية. مناوي ينتقد تأخير تنفيذ اتفاق سلام جوبا على الرغم من مرور عامين على توقيعه. حركة العدل والمساواة تعرب عن أسفها لعدم تنفيذ سوى جزء رمزي من اتفاق السلام على الرغم من مرور عامين على تنفيذه. مناوي يقر بتأخير نشر القوات المشتركة لحفظ الأمن في إقليم دارفور لثلاثة أشهر ويطالب القوات النظامية بالإسراع بتجهيز قواتها. حميتي يدعو للوحدة والتماسك الاجتماعي ويدشن المبادرة السودانية للتغذية المدرسية التي تستهدف 400,000 تلميذ. القبائل والعشائر المقيمة بعمارة تقلي بولاية جنوب كردفان توقع العهد وميثاق للسلام والتعايش. مزارعو شعيرية بولاية شرق دارفور يشتكون من تهديد طائر الزرزور للموسم الزراعي. العاملون المؤقتون في التأمين الصحي في ود مدني ينظمون وقفة احتجاجية برئاسة التأمين الصحي تنديدا بتأخير الهيكلة والتسكين. شكرا الأمين رمضان. ذكر القيادي في حزب البعث الأستاذ وجد صالح في ندوة للحزب في حيدر دوك شمال مدينة بحري إن عودة الكيزان واستقبال بعضهم وإعادة إطلاق سراح بعضهم وإعادة أموالهم المنهوبة لتمكينهم للعودة للحكم مرة أخرى لن تجدي. وقال وجدي لن يقبل الشعب أبدا بعودة الكيزان ولن يقبل الشعب باستمرار حكم الانقلاب. المزيد في جانب من كلمته في الندوة التي نظمها حزب البعث في حيدر دوك شمال مدينة بحري. مرحبا أستاذ. في حاجتين تاني في البلد دي ما بتحصل، لا بيحكمونا كيزان تاني لا بيحكمونا عساكر أصلاً على الإطلاق، ما في. واليومين ديل بيحاولوا يصفتوا من روحنا المعنوية استقبالات لآخر رئيس وزراء في العهد البائن، وظهروا الكيزان في الحلال
وأبعاد الانقلاب تمكينهم داخل مؤسسات السلطة العامة أو الخدمة المدنية وداخل السلطة القضائية والنيابة والأجهزة العدلية، وتم بسخاء إعادة الأموال المنهوبة إليهم مرة أخرى حتى يعيدوا تمكينهم اقتصاديا للعمل من أجل القضاء على هذه الثورة، ولكي يعودوا من جديد نقول لهم لو عدتوا الخدمة المدنية ولا عدتوا القضائية ولا الأجهزة الأمنية ولا الشرطة ولا الجيش ولا أدوكم ما غارون، والله هذا الشعب لن يقبل بأن تحكموه مرة أخرى، ولن يقبل على الإطلاق بأن يستمر هذا الانقلاب. والكلام ما داير له كلام مرسل، برهان ده ما بيحكمنا تاني، ما بيحكمنا على الإطلاق، ولا في انقلاب بيحكمنا ولا في كوز بيحكمنا. الكلام ده واضح وقالوا الشعب السوداني. إذا كان القتل يمكن أن يفيد ويجعل هذه الحركة الجماهيرية تتراجع لتراجعت الحركة الجماهيرية من قبل 11 شهر، نحن حسي خاشين الشهر الكم؟ ال 12 يوم 25 ستكمل العام. بالله انتو حكمتوا في سلطة حسي في البلد دي سنة كاملة في سلطة؟ الدرس المستفاد انه هذا الشعب لا يستطيع احد ان يحكمه بفوهة البندقية او يتسلط عليه، والقتل ما ممكن. والتحية لشهداء مدينة بحري القدموا في يوم واحد 17 شهيد، 13 شهيد يوم 17. سجلت ولاية جنوب دارفور 8 حالات من الشكنغونيا، حيث سجلت محلية نيال الشمال حالتين ومحلية نيال جنوب 3 حالات وحالة واحدة في كل من محلية عد الفرسان ومحلية أم دافوك ومحلية بليل. جولة السودان التغى الدكتور عباس حسن شمس الدين مدير الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل الولاية لـ8 حالات من حمى الشكنغونيا. مرحبا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة الصحة، الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، نبدا بوضع الراهب بالولاية والسجائر في موسم الأمطار وسجول الشيبانات التي اجتاحت عدد من محليات ولاية جنوب دارفور، عدد 14 محلية بما فيهم محلية نيالة جنوب ونيالة شمال، ونسبة لتجاوز حالات المدارية والحميات المجهولة وبعض المداريات التي لم يتم علاجها بالمستشفيات. تم تقديم تيم من وزارة الصحة الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة لأخذ عينات وإرسالها إلى المستشفى إلى معمل الصحة العام للفحص المعملي. تم أخذ 21 عينة من مستشفيات من مستشفى نيال التعليمي ومستوصف الأبرار ومستوصف شاكين وإدارة مكافحة الناغل، وتم إرسالها إلى المستشفى إلى معمل إستاد، وبعد الفحص المعملي تأكدوا أن هنالك عدد 8 عينات موجبة لحمى الشكنغونيا. تم التوزيع بتاعها كالآتي: في 5 محليات، نيالة شمال عدد حالتين، نيالة جنوب 3 حالات لحمى الشكنغونيا، وحالة واحدة من محلية بليل، وحالة من محلية عد الفرسان، وحالة من محلية أم دافوك. بعد وصول النتائج تم الاجتماع مع المدير العام وتم تنوير كل الإدارات ذات الصلة، بل بدأ فورا في طريقة مكافحة البعوض المسبب للشكنغونيا. زي ما عارفين أنه الشكنغونيا مرض فيروسي بسبب لنا بعوض الإيديس الجبتاي أو ما يسمى الزائجة المصرية.
تمكن 6 مساجين نزلاء بسجن قريضة بولاية جنوب دارفور من الهروب من الزنزانة بعد كسر شباك السجن ليلا. وقالت مصادر إن النزلاء 6 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من بينها المادة 130، 3 منهم من وحدة ديتو الإدارية و2 من قريضة و1 من جوغانا. جولة السودان التغت أحد المواطنين بمحلية قريضة لمعرفة المزيد حول تداعيات هروب 6 نزلاء. مرحبا. تمام، يلا هم عددهم 6، اللي هم 3 من وحدة ديتو الإدارية طبعاً محلية قريضة، و1 من وحدة جوخانة، و3 من داخل وحدة قريضة. المساجين دي المحكومين بمواد 130 وفي سرقات برضو. مفروض يتم تحويلهم لنيالة، ويمكن يكون يتأخروا لفترة بتاع أسبوع كده ما تم تحويلهم بعد المحاكمة. بعد ذلك ليلة البارحة والمبارح الليل حاولوا كسروا الشباك، طلعوا 6 كلهم، كسروا الشباك وطلعوا 6 كلهم. بعد ما هربوا ظهروا أمس الصباح في واحد طردوا كده، المهم ضربوا معهم كده ومسكوا داخل قرادة هنا. أما الخمسة اللي الآن ما معروف مسيرهم وين، الخمسة اللي الآن مسيرهم ما معروفين. الحراسة ما كانت فيها، ما فيها حرس؟ فيها حرس بالليل، وعندهم داود مناوب. هو الموضوع كأنه كده فيه كده مدبر يعني، أي ما حاجة عادية كده يعني. مثلا المسجد، لأن حتى الكسر بتاع الشباك ده، الشباك ده عنده حديد يعني، ما بيتكسر بسهولة إلا يكون في شاكوش ولا حاجة كده. فالناس بعض الناس بتهم أنه في عساكر متعاونين معهم، باليس متعاونين معهم، الدوم الشاكوش والحاجات ده عبر الباب. ذول ذاته من شباك فوق ما بقدر بنزل بسهولة، لو طلع ذاته لو رفوه طلع عشان ينزل ممكن يجي يتكسر. مبنى عالي طويل شديد بالمناسبة، حراسة طويلة جوا كده، رفول المساجين ديل كان في النزول ممكن يجي يتكسر. وهذه الأخبار شنو؟ التحركات شنو؟ ناس الشرطة عملوا شنو؟ بعد ما هم طلعوا اتحركوا، عملوا تفتيش داخل الأحياء والمعسكرات. بعد ذاك واحد في حي النصر بجاي قبضوه، والخمسة ديل للآن مسيرهم ما معروف ذاته مشوين. لكن أفراد الشرطة اللي كانوا حرس والضابط المناوي حسب الإجراءات بتاعهم، المهم يتحفظ عليهم ودوهم في الكراكون، أنه الناس دي بيعتبروا أنهم ذاتهم متآمرين في المسألة ده. تخيل يوم بكرة يتم ترحيل الناس دي للنيالة عشان يتم محاسبتهم وكده. أصدر قاضي محكمة عطبرة الجنائية ووسط حشد كبير من لجان المقاومة بمدينة عطبرة وأهل الشهيد طارق أحمد الطالب بكلية الهندسة قراراً ببراءة 3 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات المتهمين بقتل الشهيد طارق أحمد علي في يوم 31 ديسمبر من العام 2018، وهو طالب بكلية الهندسة بجامعة وادي النيل ومن أبناء منطقة العبيدية. هذه البراءة وجدت استنكار من لجان المقاومة ومن أبناء المنطقة. للمزيد معنا الأستاذة نجود الشلالي من الاتحاد النسائي والذي بدوره استنكر الحكم. مرحبا أستاذة. والله المحكمة ناس جاءت وكان في حشود وكان في جهات داعية لتضامن ووقفات، في رجال المقاومة كان داعية لنقطة بتاع التحرك على المحكمة. الله بكل الهندسة زملاء الشهيد طارق كان داعين لنقطة برضو من أمام كلية الهندسة، وهي كلها على مسافة قريبة من المحكمة. الاتحاد النسائي كان داعي لوقفة أمام المحكمة، من ما الناس دي هذا الصباح كان في مظاهر أمنية واضحة جدا، كان في قوات بزي ملكي أو مدني بكميات، في ضباط رتب كبيرة تم استقلابهم من الخرطوم، في قوات لابسة زي رسمي يعني الأبو طيرة، والشرطة كانت كمية كبيرة قافلين الشارع على نقطة، مانعين المواكب تخش. إلا إنه تفاجأنا زي الساعة 10 وحالة إنه تم الحكم ومنعوا الناس إنه ما يحضروا، قالوا بس يخشوا 20 من أهل الشهيد و20 من أهل المتهمين، لكن ما كان صابقين في الحاجة دي. العساكر برضه كان عثروا على مثل المتهمين مثل الشهداء يعني، ما خلونا نخش رغم ان الاتحاد النسائي كان حاضر في كل الجلسات وعنده 5 مقاعد، لكن منعونا اننا نخش. حتى اظن انه دخلوا من طرفنا نحن، الشهيد كانوا اقل من 20، كان في كميه من الناس من اهل المتهمين وجهاز الامن دخلوا الجلسه، اقل من ساعه تم الحكم ببراءه كل المتهمين.
الحكم ده هسه مرفوض من طلاب كلية الهندسة ولجان المقاومة والاتحاد النسائي، والناس كانت في الشارع لفت كل السوق بتاع المدينة على انه التصعيد مفتوح. الاتحاد النسائي تحديدا اعلن عن تصعيد مفتوح لجان المقاومة. المحامين بيقولوا انه في مراحل بتاعتنا انه الناس ممكن تمشي فيها بالقانون. بالنسبة لأولياء الدم عنده خاله يقول إنه هم متوقعين في غياب الدولة دي، ويتكلم كان في المخاطبة قبل شوية عن إنه دي جولة الناس فكرتها، لكن الثورة مستمرة هيطمحوا لعدالة في ظل دولة حقيقية. أنا لسه ما في دولة. خاطب حاكم إغليم دارفور مني أركم الناوي صباح اليوم بساحة دار الأرقم بمدينة الفاشر بحضور ولاة ولايات دارفور الخمسة وأعضاء حكومة الإغليم قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين بدارفور عقب انتهاء الدورة التدريبية لأكثر من 1750 جندي حول أساسيات العمل العسكري وقانون القوات المسلحة التي نظمتها اللجنة العسكرية العليا للترتيبات الأمنية بالتعاون مع لجنة وقف إطلاق النار. نستمع إلى جانب من كلمته. التحية لكم يا أخوانا، ونحن سعداء جدا في هذا اليوم نلتقي بكم وأنتم في عمل شريف كبير جدا، والعمل اللي بيخص مهامكم، مهام الدفاع، مهام الأمن، مهام خلق الاستقرار، مهام حماية مواطنينكم، أمهاتكم، أبوهاتكم. هذه المهام من أجله أخذت السلاح قبل كده، حملت السلاح، ومن أجله تدربت، ومن أجله الآن أنتم صابرون 3 أيام و3 شهور بعد التخرج في يوم 7 يونيو حتى التاريخ اليوم. اليوم نحن في يوم 7 أو يوم 3 أكتوبر، في 3 يوليو أنتم تخرجتم هنا في الميدان دي، واليوم يوم 3 أكتوبر 3 شهور، ومضى بنا عامين بعد التوقيع اتفاقية السلام يوم 3 أكتوبر 2020، اليوم يوم 3 أكتوبر 2022، سنتين 3 شهور وما في جنة. نحن في الحقيقة المهام بتاع القوات ده نحن دايرينها أن تقام زي ما قال جنرال نمر، قال زي ما قال لجنرال مبارك، والواضح إنه القوات دي طبيعة بتاعتها طبيعة عمل مشترك، طبيعة عمل مشترك، واسمها قوات المشتركة، اسمها ذاتها القوات المشتركة. بنفس المقدار وبنفس العدد يجب أن يتوفر من الطرف الثاني من القوات المسلحة والدعم السري والجيش والشرطة بنفس العدد ليكتمل عدد قوات المشتركة. لكن بهذا الرقم وبهذا العدد اللي يتكون من فقط قوات حركات المسلحة وحدها لا يمكن أن تعمل، وحدها لا يمكن أن تعمل، لأنه قوات مشتركة يا جماعة. وأنا بحكم يعني كلفوني الأخواني دين في مسار دارفور أنا أكون مشرفا لمسار دارفور وخاصة في الترتيبات الأمنية، وأنا قبل أيام كنت مع الرئيس فجلسنا في تشغيل هذه القوات، علمنا إنه هناك ترتيبات يقولنا تشغيل القوات ده تدخل فيها وزارة الدفاع، تدخل فيها وزارة مالية، ويدخل كذلك مجلس السيادة، عدد من المؤسسات بتاعت الدولة مفروض تكون هي مسؤولة بأن تشتغل هذه القوات بتوفير المعدات بتاع شغل، بتوفير القوانين. والآن أنتم عندكم الورش شغالين فيها، أفتكر الورش ده ورش مهمة جدا، عشان كده
ده حركات المسلحة جهزت قواتها. السيد الرئيس مجلس السيادة، السيد نائب رئيس مجلس السيادة، نحن جاهزين في كوب جوا. انتوا وين؟ والآن ننتقل إلى لقاء قيادات حزب الأمة القومي مع رؤساء وممثلي ومكونات قوى الحرية والتغيير، حيث اجتمع بالأمس بدار حزب الأمة رؤساء وممثلي مكونات قوى الحرية والتغيير من القوى السياسية والمهنية والمدنية وحركات الكفاح المسلح بدعوة كريمة من سعادة اللواء فضل الله برما ناصر رئيس حزب الأمة القومي المكلف، وذلك لمناقشة التطورات السياسية وما آلت إليه الأوضاع في البلاد من أزمات متلاحقة وضرورة تحمل تحالف الحرية والتغيير مسؤوليته الوطنية في إيجاد مخرج قومي، وذلك بإنجاز مهام عاجلة لإنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي. وأكد المجتمعون على تصعيد العمل الجماهيري الثوري في ذكرى ثورة أكتوبر 1964 وفي اكتمال الانقلاب عامه الأول بما يحقق تطلعات الشعب في الحكم المدني. كما أمن المجتمعون على إسراع الخطى لإنجاز المهام العاجلة لبناء الكتلة المدنية الديمقراطية الموحدة والوفاء باستحقاقات التحول الديمقراطي والانتقال السياسي. نبدأ بجانب من كلمة عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني. مرحبا. انتهينا قبل قليل من اجتماع دعا إليه السيد رئيس حزب الأمة المكلف، دعا رؤساء الأحزاب والمنظومات المكونة لتحالف حرية والتغيير، وهو اجتماع يعني روتيني غالبا ما نتفاكر، والمبادرة أتت من حزب الأمة للتفاكر والتشاور حول تحقيق الهدف الرئيسي المطروح أمام جماهير شعبنا وأمام القوى الحرية والتغيير كقوة سياسية واجتماعية مسؤولة ومنحازة لجماهير شعبها. والهدف هو كيف يزال هذا الانقلاب وينتهي ونسترد مسار التحول المدني الديمقراطي بسلطة مدنية كاملة تنفذ برنامج متفق عليه وصولا إلى انتخابات عامة حرة ونزيهة. وفي هذه الفترة طبعا الجيش يعود إلى الثكنات وفي يقوم بدوره المرسوم له وفق ما نتفق عليه أو وفق ما هو متوافق عليه في أي دولة مدنية ديمقراطية. الاجتماع كان إيجابي وفي روح عالية، وناقش تسريع الخطوات والآليات التي تحقق هذا الهدف، واللي في مقدمة الخط الاستراتيجي لقوى الحرية والتغيير يعني تفعيل آليات أو وسائل المقاومة السلمية بكل أدوات المختلفة، سواء كان المواكب والتظاهرات وغيرها. وفي هذا يأتي برضو هدف أساسي مهم، هو بناء الجبهة الوطنية أو الجبهة العريضة القوى الديمقراطية المناهضة للانقلاب والتي تنازل للانقلاب وتريد أن تنهي هذا الانقلاب وتخلص منه وتفتح الطريق للمسار التحول الوطني. كانت ناقشنا حول هذه المسألة وفي جهود طبعا حثيثة ماشية في هذا الاتجاه. ومن هنا برضو نكرر نداءنا لكل قوى الثورة في كل أطراف التشكيل السياسي والاجتماعي والبلاد، في أنه نحن يعني ما عندنا حرق غير أنه نجعل بعض وأنه نكون هذه الجبهة على أساس تنسيقي، وزي ما أثبتت تجارب شعبنا هي الأداء المجربة لهزيمة النظم الاستبدادية. وناقش كذلك الاجتماع ما الوسائل الأخرى مثل العملية السياسية في حال كانت هناك جدية من الطرف الآخر لعملية سياسية تحقق ما نصب إليه، والهدف واحد والخلاص من الانقلاب واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي. الرؤساء أو من ينوب عنهم في هذا الاجتماع أكدوا على ضرورة عنصر الزمن، وأصدروا توجيه لممثليهم في هيئات الحرية والتغيير سواء كان مجلس المركزي أو المجلس المكتب التنفيذي أو اللجان المتخصصة، في أنه يعني الناس يبذلوا الوسع وما فوق الوسع لتسريع وتيرة العمل المقاوم والعمل الذي يصب في يعني تحقيق هدف شعبنا في إنهاء الانقلاب واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي.
نبقى في لقاء قيادات حزب الأمة القومي مع رؤساء وممثلي مكونات قوى الحرية والتغيير، والآن نستمع إلى دكتور الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي. بدار الأمة رؤساء وممثلي مكونات قوى الحرية والتغيير من القوى السياسية والمهنية والمدنية وحركة الكفاح المسلح، بدعوة كريمة من سعادة اللواء فضل الله بن مناصر رئيس حزب الأمة القومي المكلف، وذلك لمناقشة التطورات السياسية وما آلت إليه الأوضاع في البلاد من أزمات متلاحقة وضرورة تحمل تحالف الحرية والتغيير مسؤوليته الوطنية في إيجاد مخرج قومي، وذلك بإنجاز مهام عاجلة لإنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي. طرح حزب الأمة القومي خلال الاجتماع خارطة الطريق للتحرك العاجل لإنهاء الانقلاب واستعادة الحكم الانتقالي، والتي تتمثل في استكمال بناء الجبهة المدنية الديمقراطية الموحدة التي تضم قوى الثورة والتغيير وتصعيد العمل الجماهيري الثوري والإسراع بالتوافق على الدستور الانتقالي والإعلان السياسي وبرنامج الحكومة الانتقالية وميثاق شرف حماية التحول الديمقراطي وتشكيل قيادة سياسية للكتلة المدنية الموحدة والتواصل مع كل القوى المؤمنة بالانتقال الديمقراطي والتواصل أيضا مع المجتمع الدولي والإقليمي لدعم التحول الديمقراطي. وأكد الحزب إنه على استعداد تام لوضع كافة قدراته وعلاقاته تحت تصرف قوى الحرية والتغيير لإنجاز المهام العاجلة. اتفق المجتمعون على خطورة الأوضاع في البلاد اقتصاديا وسياسيا وأمنيا واجتماعيا بفعل الانقلاب الذي أعاد رموز المؤتمر الوطني ومكنهم من جديد للسيطرة على مراكز الدولة. وأكد المجتمعون على تصعيد العمل الجماهيري الثوري في ذكرى ثورة اكتوبر 1964 وفي اكتمال الانقلاب لعامه الأول بما يحقق تطلعات شعبنا في الحكم المدني. كما أمن المجتمعون على إسراع الخطى لإنجاز المهام العاجلة لبناء الكتلة المدنية الديمقراطية الموحدة والوفاء باستحقاقات التحول الديمقراطي والانتقال السياسي. ونختم جولتنا من لقاء قيادات حزب الأمة القومي مع رؤساء وممثلي مكونات قوى الحرية والتغيير، والآن نستمع إلى حنان عبد القادر نائب الأمين العام لتجمع رائدات التغيير، وأيضا نستمع من بعدها إلى شادن أيمن مسؤول الإعلام لتجمع رائدات التغيير. الفكرة الأساسية من إنشاء الجسم الاجتماعي ده هو نحن دارين نخلق لنا جسم يقدر يدعم المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا. فكرتنا إنه دارين نقدم نموذج مختلف عن الموجود، نموذج يشبه المجتمع السوداني في عاداته وفي تقاليده ويهبش القضايا الأساسية بتاعة المرأة السودانية. في وسائل كثيرة نحن من خلال الجسم ده هنقدمها عشان نحاول ننفذ البرامج بتاعته، من ضمنها الورش التدريبية، تكوين شراكات، الاتصال مع منظمات المجتمع الدولي عشان نقدر نخلق علاقات مع كل المنظمات النسوية حتى الموجودة هنا والموجودة خارج السودان، نساهم في إننا نطور نساء البلد دي. فنحن نتمنى إنه من خلال الجسم ده نقدر نطرح برنامج أي سودانية، أي كنداكة سودانية، حوة سودانية، توداية سودانية تلقى من خلال الجسم ده إنه بيمثله. الهدف من تجمع رائدات التغيير هو تأهيل وتدريب المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا. نحن كرائدات تغيير عاوزين نتمكن المرأة السودانية من إنها تكون سيدة فعالة في المجتمع، سيدة فعالة في منزلها، وسيدة فعالة في بيئة العمل.
برضو من أهدافنا إنه المرأة تكون مشاركة سياسياً ويكون عندها حقها في المشاركة ويكون عندها حقها اجتماعياً. وبرضو من الأهداف تجمع رائدات التغيير إنه نطور المرأة. حيكون عندنا سلسلة من الدورات وسلسلة من الورش في تطوير المرأة وفي تدريبها عشان تصل المرأة لموقع اتخاذ القرار، إن المرأة السودانية تكون هي قادرة على اتخاذ القرار الصحيح بنفسها. بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.